أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية تثبيت البرامج المحملة يدويا من الانترنت والغير مدعومة من مديري حزم توزيعات جنو لينكس. أقصد بذلك أنه يمكن إضافة إلى الطرق التقليدية لتثبيت البرامج عن طريق مديري الحزم كمركز برمجيات أوبونتو، مديري التطبيقات سيبر على أوبنسوزا وغيرها، فيمكن أن نجد في الانترنت ثلاث حالات لبرامج مدعومة من لينكس لكنها لا تثبت عن طريق هذه المديريات أو المدراء أو عن طريق هذه أو هؤلاء المدراء. الحالات الثلاث هي أنك تجد ملف تنفيذي لتثبيت برنامج ما، تجد ملف مضغوط به البرنامج كاملا وهو ما يطابق البرامج المحمولة على الويندوز، وتجد ملف مضغوط به الكود المصدري للبرنامج. نحن سنتعامل في هذا الدرس مع الحالتين الأولتين، حيث سنتعرف على كيفية تثبيت برنامج من ملف تنفيذي وكيفية التعامل مع ملف مضغوط به البرنامج كاملا. الحالة الثالثة سنراها في درس قادم لأنها تتطلب بعض التفصيل رغم أنها ليست صعبة كما يمكن أن يتخيل البعض. نأخذ مثالين ونطبق عليهما. مثلا بالنسبة للحالة الأولى، برنامج VMware Player فهو متوفر كنسخة خاصة بلينكس 32 بت أو 64 بت، يمكن أن نحمله من موقع البرنامج مجانا. لو دخلنا إلى الموقع سنجد هنا زر التحميل، بعد التحميل يمكن أن ندخل للملف المحمل، سيكون على هذا الشكل. لاحظ أنه له امتداد .txt لكن الامتدادات على لينكس والأنظمة المعتمدة أو المشامية على يونيكس ليس لها أي معنى أو أي قيمة، بمعنى أن الملفات التنفيذية يمكن أن تجدها بعدة امتدادات فقط للتوضيح، لكن من الناحية العملية ليس لها أي قيمة. مثلا هنا لدينا text يمكن أن تجد بامتداد bundle، يمكن أن تجد بامتداد s، ها تكون في الغالب لسكريبتات الشيل واختصار للشيل، تجد امتداد bin. إذن أي امتداد يمكن أن يكون، لكن طريقة التعامل مع الملفات التنفيذية مشابهة أو متشابهة على جميع هذه الامتدادات. كيف سنتعامل معها؟ أولا سنعطي الملف صلاحيات التنفيذ لنتمكن من تشغيله كملف تنفيذي. يمكن أن نقوم بذلك إما من مدير الملفات الخاص بالتوزيع التي نستخدم، مثلا هنا سأقوم بالضغط يمين الخصائص، سأدخل إلى الصلاحيات وهنا سأجد خيار Execute، يمكن أن أعطيه أحد هذه الخيارات. مثلا في توزيعات Ubuntu منت والتوزيعات المعتمدة عليها والتي تعتمد نوتيلوس كمدير ملفات، يمكن أن تقوم بذلك عن طريق الضغط يمين الخصائص، الدخول للتصريحات وهنا تقوم بتفعيل هذا الخيار التنفيذ السماح بتنفيذ الملف كبرنامج، تقوم بتفعيله. لتجنب أي مشاكل وأيضا لأن الخطوة الموالية لتثبيت هذه الأنواع من الملفات أو البرامج تعتمد على الطرفية، سنقوم بذلك بإعطاء تصريح الصلاحيات أو صلاحية التنفيذ من الطرفية، وسنقوم أيضا بتثبيت البرامج من بعد ذلك. أول شيء من الطرفية نقوم بالانتقال إلى مسار ذاك الملف، كما قلت لي نبقى مع المبتدئين لنعرف مسار البرنامج. ندخل إلى الخصائص وهنا في المكان يمكن أن نقوم فقط بنسخ هذا بنسخ هذا السطر، ننسخ، وفي الطرفية سأقوم بكتابة الأمر cd change directory هو لتغيير المسارات، وبعد ذلك أقوم بالضغط يمين وهنا ألصق لأتأكد أني داخل المسار الذي يوجد به البرنامج أو الملف. سأقوم بإدخال الأمر ls list واختصار list، ويجب أن يكون من بين النتائج البرنامج. إذن هذا هو أو الملف، هذا هو الملف الذي أريد إعطاءه خاصيات أو صلاحيات التنفيذ. إعطاء صلاحيات التنفيذ تكون بالأمر ch mode change mode زائد x، يعني أعطيه صلاحية التنفيذ x يختصر لـ execute، وتقوم بإعطاء اسم البرنامج، يمكن فقط أن تعطي الحرف الأول، بعد ذلك تضغط على tab فيتم الإكمال التلقائي لاسم البرنامج. tab لو
لم تعرف ما هي تاب، بمعنى هذا الدرس موجه للجميع، فهو هذا الزر كما تلاحظون الآن بالأزرق في لوحة المفاتيح، فهو في الطرفية يقوم بالإكمال التلقائي للأوامر وأسماء الملفات. أضغط على أوكي أو أنتر. الآن لو دخلت سأجد أن الخيار تم تفعيله من الطرفية دون الحاجة للقيام بذلك من مدير الملفات. بعد ذلك سنقوم الآن بتثبيت أو تشغيل البرنامج لتثبيته. نحن دائما في المسار الذي يتواجد فيه الملف لتثبيته أو لتنفيذه نقوم بإدخال نقطة متبوعة بسلاش متبوعة باسم الملف. نفس الشيء استخدم قصيدة الإكمال التلقائي. فبهذه الطريقة يمكن أن أقوم بتنفيذ أو تشغيل الملفات التنفيذية، نقطة متبوعة بسلاش بعد ذلك تعطي اسم الملف كاملا مع الاعتماد على خاصية الإكمال التلقائي لربح الوقت، وتضغط Enter فيجب أن يبدأ تنفيذ ذاك البرنامج. كما تلاحظون الآن بعض العمليات سنواجه برسالة جميلة تقول لك أنك تحتاج لخاصية الروت لتنفيذ هذا البرنامج، شيء متوقع. لتثبيت البرامج تحتاج لصلاحية المدير، لذلك سنعيد نفس الأمر، لكن الآن في أوله سنضيف خاصية أو أمر sudo لنقول له ثبت البرنامج، لكن الآن لدي صلاحية الروت بالأمر sudo. أقوم بالضغط على Enter، سيطلب مني كلمة السر الخاصة بالروت، سأدخلها. حالتي هي خريبة قصر بقاءة 1777. فيبدأ تثبيت البرنامج على ما أعتقد. ستظهر لنا بعد قليل نافذة البدء بتثبيت البرنامج. يمكن الضغط على أجل واختفاء اختيار Next وهكذا إلى أن يتم تثبيت البرنامج. أنا سأقوم بإلغاء العمل. إذن هذه الطريقة تمر بثلاث مراحل بالنسبة لتثبيت البرامج بالاعتماد على الملف التنفيذي. تحمل الملف، تقوم بإعطائه صلاحيات التنفيذ، تقوم بتشغيله وتتبع عملية التثبيت. بعد ذلك ستجد البرنامج ينضاف إلى قائمة البرامج كبرامج عادي كأنك قمت بتثبيته من مدير الحزم. في هذه الحالة بالضبط في الحالة الخاصة بإعطاء أو تغيير الصلاحيات يمكن أن تواجه مشاكل أو مشكلة هي التي أتلقى بعض الأسئلة بخصوصها، هو أنك مثلا نأخذ هنا يكون لك نفس الملف تريد أن تغير صلاحياته، تدخل بالضغط من مدير الملفات فلاحظ أنه تقوم بالتفعيل فيزيل التفعيل تلقائيا. سبب ذلك هو أن الجزء أو partition جزء القرص الصلب المتواجد عليه هذا الملف له نظم ملفات خاصة بويندوز سواء FAT أو FAT 62 أو NTFS وليس نظام ملفات خاص بلينكس. لحل ذلك تقوم فقط بنسخ هذا الملف لمجلد المنزل الخاص بك، فيمكنك القيام بهذه العملية بسهولة. بعد التثبيت يمكنك أن ترجعه للملف أو المجلد أو المكان الذي كان فيه من قبل. إذا كانت هذه إشارة فقط لمن يواجه هذه المشكلة. بالنسبة للحالة الثانية وهي أنك تحمل ملف مضغوط، مثلا سأخذ هنا حالة فايرفوكس رغم أنه متوفر في أغلب لم أقول كل توزيعات أو مخازن التوزيعات، فيمكنك أن تحمل الملف الخاص به بويندوز، سيكون ملف مضغوط على هذا الشكل بامتدار تار بونت بي زد اثنين. إذن هذا ملف مضغوط. أول شيء تقوم باستخراجه أي تك الضغط عنه فينتج لك هذا الملف. لو دخلت إليه ستجد أن هذا هو برنامج فايرفوكس كاملا، أي أنه ما يقابل البرامج المحمولة على ويندوز، لا تحتاج لتثبيته، فقط الضغط على فايرفوكس نفذ. يجب أن يكون في مجلد المنزل لتكون لك ليس بالضرورة لكن الأفضل لكي تكون لك إمكانية تنفيذ ذلك البرنامج، فيتم فتح البرنامج دون أي مشكل. هذه الطريقة البسيطة بالنسبة للبرامج التي تكون كاملة فقط داخل مجلد مضغوط أو فعلا مجلد مضغوط، سواء كان بامتداد زيب كان بامتداد تار أو كان بامتداد بيت زيت اثنين. فقط تدخل للملف و
مجلد الناتج يكون هناك الملف التنفيذي لفتح ذاك البرنامج. لاختصار الوقت يمكنك أن تقوم بإنشاء اختصار لهذا الملف على سطح المكتب أو في قائمة البرامج أو في العارضة العليا أو السفلى على حسب رغبتك. على ما أعتقد كانت هذه الطريقتين أو الحالتين الأولتين للتعامل مع البرامج المحملة يدويا والغير مدعومة من مديري الحزم. أنصح دائما الاعتماد على البرامج الموجودة داخل المخازن، لأنك بذلك ستحصل على التحديثات وستكون البرامج أكثر توافقية مع التوزيع التي تستخدم. لكن في حالة أخرى لو اضطرتك الظروف للتعامل مع برامج بهذه الطريقة فأنت الآن لك المعرفة الكافية للتعامل معها. بالنسبة للكود المصدري أو التثبيت من الكود المصدري سنراها في درس قادم إن شاء الله بكثير من التفصيل، وكما قلت هي سهلة ليست صعبة كما يمكن أن يتخيل البعض. إذن كان هذا كل ما أريد الإشارة له في هذا الدرس. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.